السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة رقم 12 هناخد فيها إن شاء الله Integration of Power of Sine and Cosine، يعني تكامل الدوال اللي فيها ساين وكوساين بأسس معينة. طيب، التكامل الدوال اللي هي ساين وكوساين بأسس معينة بيكون على صورة تكامل ساين أس إم الإكس كوساين اس ان اكس دي اكس، يعني ساين وكوساين مضروبين في بعض، وساين ممكن يكون لها اي اس واحد اس اتنين اس خمسة اس سبعة اس اي رقم، وكوساين برضو لها اي اس واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهكذا. يعني ممكن يكون تكامل ساين تربيع في كوساين اس تلاتة، او ساين اس خمسة في كوساين اس اتنين وهكذا. يعني الساين والكوساين لهم أي أسس. طيب، ده هنقسمها لحالتين. الحالة الأولى عندما يكون M and or N is odd، يعني أحد الأسين أو كليهما فردي، يعني الساين لها أس فردي أو الكوساين لها أس فردي أو الاتنين مع بعض لهم أس فردي، يعني ساين أس 3 في كوساين أس 6 مثلا، يبقى التلاتة فردي، أو ساين أس 2 في كوساين أس 3 يبقى الكوساين هي اللي أس فردي. يعني يا إما الساين والكوساين هما الاتنين لهم أس فردي، أو الساين بس لها هي اللي أس فردي، أو الكوساين بس هي اللي لها أس فردي. المهم إن الساين أو الكوساين أحدهما أو كليهما لهم أس فردي، رقم فردي يعني اللي هو 1 3 5 7 9 وهكذا. طيب، بنستخدم العلاقة عشان نبسط التكامل، بنعتمد على العلاقة دي اللي هي الساين تربيع اكس زائد كوساين تربيع اكس بيساوي 1. يعني أي زاوية، لو أنت جبت الساين تربيع لأي زاوية زائد الكوساين تربيع لأي زاوية ده هيساوي 1، وده مش لأي زاوية، ده لأي زاوية عامة، يعني مش لزاوية محددة. طيب، وبالتالي العلاقة دي ممكن استخدمها لو أنا شلت الساين تربيع احط مكانها ايه؟ واحد ناقص كوساين تربيع. طيب، لو انا هعوض عن الكوساين تربيع احط مكانها واحد ناقص ساين تربيع، يعني العلاقه دي هي اساس التعويض. طيب، لو احنا خدنا مثال اوجه التكامل ساين اس 3 اكس في كوساين اس 3 اكس دي اكس، هل ده يعتمد على الحاله الاولى اللي هي احد الاسين او كليهما فردي؟ ايوه، هنا ساين لها أس فردي وكوساين هي كمان لها أس فردي، تمام؟ طيب، في الحالة دي بختار الأس الفردي عشان أفكه، يعني ممكن أختار الساين أس 3 لأن هي أس فردي، أو الكوساين أس 3 عشان لها أس فردي، بفكه بقى بطريقة معينة. طيب، أنا قلت هنا هختار مثلا الكوساين أس 3 إكس دي إكس، هختار دي وأفكها. افكها يعني ايه؟ يعني اخلي منها، يعني الاس 3 دي اعتبرها اس 2 في اس 1، دايما بخلي واحد على جنب، يعني الكوساين اس 3 بفك، بغير بس شكلها بالشكل ده. طب دي لو كانت اس 7 اخلي واحد بس والباقي يبقى 6، يعني لو كان اس 7 اخليها اس 6 في اس 1. طب لو كان دي كوساين اس 5 يبقى اقول كوساين اس 4 في كوساين اس 1. المهم لازم اخلي هنا في كوساين اس 1 لوحدها عشان هستخدمها في التعويض. يبقى الاس الفردي بستخدمه دايما بخلي منه واحد والباقي يكون على جنب، يعني الثلاثة اخليها 2 1، دايما واحد هنا على جنب، والخمسة اخليها 4 اس 4 في اس 1، والاس 7 اخليها اس 6 في اس 1 وهكذا. ممكن استخدم الكوساين اس 3 او الساين اس 3، ماشي. طب لو كانت الساين دي لها اس زوجي والكوساين لها اس فردي، يبقى اذا فرض عليا ان انا افك الكوساين اللي هي الاس فردي. انما عندما يكون الساين والكوساين هما اللي لهم اس فردي، يبقى ممكن افك الكوساين للاس اطرح منه واحد واخلي الاس واحد، او افك الساين. يعني ممكن كنت اسيب الكوساين زي ما هي والساين اس 3 اخليها ساين تربيع في ساين، دي معايا ودي معايا. طيب، ليه انا فكيتها بالشكل ده؟ عشان الخطوه اللي جايه، ماشي. الكوساين تربيع دي مش احنا قلنا ممكن نشيلها
من القانون ده الكوساين تربيع هنا بيساوي ايه؟ هيساوي الساين تربيع لو وديتها الناحية اليمين بالسالب هي واحد من الساين تربيع، وبالتالي الكوساين تربيع دي هشيلها واحط مكانها ايه؟ الساين تربيع، يعني ده كده اللي كان بالاصفر هو نفسه هنا، انا غيرت شكله بس. الكوساين تربيع هخليها واحد مع الساين تربيع، والكوساين زي ما هي والساين زي ما هي. طيب نلاحظ بقى ان هنا كله ساين ساين، ودي الكوساين لوحدها. ممكن بقى هنا اشتغل بطريقة التعويض اللي احنا خدناها في تاني محاضرة في التكامل، اللي هو التكامل بالتعويض، ان انا هنا الاحظ ان في دالة وتفاضلها موجودين في نفس الوقت، الساين تفاضله بالكوساين، يبقى اذا ينفع اسمي الساين بيو، وهيكون تكاملها بكوساين يو، يعني اي ساين تقابلني هشيلها واحط مكانها يو، واي كوساين اكس دي اكس هشيلها واحط مكانها دي يو، يبقى اذا التفاضل ده الساين اس 3 اخليها يو اس 3، والواحد ناقص ساين تربيع اخليها واحد ناقص يو تربيع، والكوساين اكس دي اكس اخليها دي يو، تمام؟ يبقى اذا كده التفاضل تم تبسيطه لتفاضل دوال كثيرات الحدود. لو انا ضربت اليو اس 3 جوه يبقى يو اس 3، ويو اس 3 في يو تربيع يبقى يو اس 5، تمام؟ طيب لو انا فضلت ده اليو اس 3 طبعا بزود الاس 1 واقسم على الاس الجديد يبقى يو اس 4 على 4. طب اليو اس 5 هتبقى يو اس 6 على 6، واضيف ثابت تكامل، تمام؟ طيب لازم ارجع اليو بقى اشيلها واحط مكانها كام؟ احط مكانها ساين اكس عشان التفاضل يرجع بدلاله اكس زي الاول. هنحش اليو اس 4 نحط مكانها ساين اس 4، واليو اس 6 احشها واحط مكانها ساين اس 6. طيب نشوف مثال كمان. هنا بيقول فايند ذا انتجرال كوساين اس 3 اكس. هنا نلاحظ ان هو مكون من كوساين بس مفيش ساين، المهم ان لها اس فردي، تمام؟ طب الاس الفردي بنتعامل معاه ازاي؟ بنفصله لكوساين اس 1 وكوساين اس باقي الاس، يعني الاس ده 3 اخليه 2 و1. طب الاس ده لو كان 5 اخليه 4 و1. طب لو كان اس 9 اخليه 8 و1. المهم ان انا افصل منه واحد بس، هفصل منه واحد بس والباقي يكون هنا، يعني الاس 3 دي اخليها 2 و1، لو كانت دي اس 5 اخليها 4 و1. المهم في الواحد ده لان هو هيكون قيمه الديو. طيب الكوساين تربيع هشيلها واحط مكانها واحد ناقص ساين تربيع، يبقى اذا التفاضل ده يمكن حله بالتعويض. ليه؟ لانه جواه فانكشن وتفاضلها موجودين في نفس الوقت، الساين والكوساين تفاضلها، يبقى اذا ينفع اعوض عن الساين بيو، اقول اليو بتساوي ساين اكس، وتفاضل الطرفين تفاضل اليو هو كوساين اكس دي اكس، يبقى بالتالي اقدر اشيل واحد ناقص ساين تربيع تبقى واحد ناقص يو تربيع، والكوساين اكس دي اكس اشيلها واحط مكانها دي يو، يبقى اذا التفاضل اتحول من تفاضل دوال مثلثيه الى تفاضل دوال كثيرات الحدود. تفاضل التكامل الواحد هو يو، وتكامل اليو تربيع بزود واحد تبقى يو اس 3، واقسم تبقى يو اس 3 على 3، واضيف ثابت تكامل. طيب بعد كده لازم اشيل اليو واحط مكانها ساين اكس عشان التفاضل يكون بدلاله الاكس، اليو بتساوي ساين اكس، واليو اس 3 تبقى ساين اس 3 اكس، والثابت زي ما هو. طيب المثال الثالث بيقول فايند ذا انتجرال تكامل ساين اس 5 اكس كوساين تربيع اكس دي اكس. اولا هل يوجد اس فردي؟ ايوه، الساين اس 5 اكس ده اللي انا هفكه، الساين اس 5 الخمسه دي افكها لواحد، واللي اتبقى من خمسه يبقى اربعه، يبقى دي افكها انا فقط، بفك يعني بغير شكلها فقط، يبقى دي هتبقى ساين اس 4 في ساين اس 1 اهي، تتحول لساين اس 4 في ساين اس 1. ممكن اكتبهم جنب بعض، وممكن اكتب الساين دي في اخر المساله، يبقى الساين اس 5 دي فكتها لساين اس 4 في ساين، والكوساين تربيع زي ما هي، تمام؟ طيب عشان اخلي دي التفاضل يبقى لازم ده كله يتحول بدلاله الكوساين، يبقى الساين تربيع اللي هي كام؟ اللي هي 1 ناقص كوساين تربيع،
يبقى انا ممكن اعتبر ان الساين اس 4 هي ساين تربيع تربيع. طب الساين تربيع هي 1 ناقص كوساين تربيع تربيع، يبقى اذا كل ده داله في الكوساين وتفاضل الكوساين اللي هو ساين. هتقولي تفاضل الكوساين هو سالب ساين، اقول لك الاشاره مش مشكله، ممكن اضرب في سالب واحد واضرب في سالب واحد بره، يعني هشيل كل كوساين واحط مكانها يو، يبقى اذا التفاضل اليو هو سالب ساين اكس دي اكس. يبقى اذا الواحد ناقص كوساين تربيع هي واحد ناقص ساين تربيع، والكوساين تربيع هي يو تربيع. ونلاحظ ان انا حطيت هنا سالب بره، تمام، عشان اسوي عشان الساين اكس دي اكس هو سالب يو، لان هنا في اشاره ناقص. طيب هربع الطرف ده واضربه في اليو تربيع، يبقى يو تربيع في الواحد ده يتربع يبقى واحد، في يو تربيع يبقى يو تربيع. طيب لما بفك القوس بقول ضعف الاول في الثاني، يبقى ناقص يو تربيع، ناقص يو تربيع تضرب في اليو تربيع اللي بره يبقى ناقص 2 يو اس 4. طب ده يتربع يبقى يو اس 4، في اليو تربيع اللي بره يبقى يو اس 6. يبقى اذا التكامل تم تحويله من تكامل دوال مثلثيه، تم تحويله الى تكامل دوال كثيرات الحدود، اللي هو بنضيف للاس واحد ونقسم على الاس الجديد. يبقى اذا تكامل اليو تربيع هي يو اس 3 على 3، وتكامل اليو اس 4 هي يو اس 5 على 5، وتكامل اليو اس 6 هي يو اس 7 على 7، تمام؟ واضيف ساب التكامل. طيب هشيل بقى عشان اخلي التفاضل بدلاله الاكس، اشيل كل يو واحط مكانها ايه؟ كوساين اكس، يبقى كوساين اس 3، وهنا كوساين اس 5، وهنا كوساين اس 7، تمام؟ وبكده نكون وصلنا للتكامل الاخير بدلاله الاكس. طيب الحاله الثانيه بقى لما يكون اس ساين واس كوساين الاثنين زوجي، يعني ما فيش اس فردي خالص، ما فيش اس فردي خالص، يعني مثلا نقول ساين اس 4 في كوساين اس 6، ساين تربيع في كوساين تربيع، المهم ان الساين والكوساين اسهم زوجي، زوجي يعني الارقام اللي هي 2 4 6 8 10 وهكذا. طيب هستخدم العلاقات دي في التعويض، زي ما كنت بستخدم في الحالة الأولى ساين تربيع بيساوي واحد ناقص كوساين تربيع، أو كوساين تربيع بيساوي واحد ناقص ساين تربيع. هنا لو قابلتني ساين تربيع حبيت أعوض عنها أحط مكانها نص في واحد ناقص كوساين 2 إكس، ولو قابلني كوساين تربيع إكس أحط مكانها نص في واحد زائد كوساين 2 إكس. دي العلاقات اللي أنا هعوض بيها. طيب لو قابلني ساين اس 4، الساين اس 4 هي كانها ساين تربيع تربيع، يبقى اخد الرقم ده القيمه دي الصيغه دي واربعها. طب لو قابلني كوساين اس 4 يبقى كاني كوساين تربيع تربيع، يبقى اخد القيمه دي هي كمان واربعها. طيب المثال رقم 4 بيقول اوجد التكامل من صفر لباي، ده تكامل محدد بقى ساين تربيع اكس دي اكس. طيب هشيل الساين تربيع اكس واحط مكانها كام؟ نص في واحد ناقص كوساين 2 اكس اهي، يبقى هساوي نص في واحد ناقص كوساين 2 اكس. النص ده ممكن اخرجه بره وبعدين اكامل بقى تكامل الواحد بالنسبه لاكس هو اكس. طب تكامل الكوساين 2 اكس، تكامل السالب السالب الكوساين هي ساين، وبعدين اقسم على تكامل ما بداخل القوس وهكذا. طيب بما ان ده تكامل محدد، احنا قلنا التكامل المحدد بنعوض مره بالرقم اللي فوق ناقص التعويض بالرقم اللي تحت، يعني هعوض هنا بباي ناقص التعويض بالصفر. طب لو انا عوضت بباي شيل كل اكس وحط باي، يبقى باي ساين 2 باي ناقص عوض بصفر، صفر ناقص نص ساين صفر، تمام. الساين صفر بصفر وده صفر، يبقى القيمة دي كلها راحت. طب هنا برضو ساين 2 باي بصفر، تمام، يتبقى في القوس ده باي يتضرب في النص اللي بره يبقى باي على الاثنين. طيب المثال رقم 5 بيقول ساين اس 4، تمام. طيب احنا قلنا ان الساين تربيع اهي، يبقى الساين اس 4 هي معناها مربع الساين تربيع، يبقى اخد الصيغة اللي في اليمين دي واربعها،
يبقى هي معنى الساين أس 4 معناها الساين أس 4 معناها ساين تربيع تربيع، يبقى أخد الصيغة اللي هي 1 ناقص كوساين 2 اكس على 2، دي كده اللي هي الساين تربيع، وأربعها. تمام؟ طب لما أربعها ممكن الاثنين اللي تحت تتربع تبقى ربع، اطلعه بره كده، يبقى الربع اللي بره ده جه منين؟ من تربيع الاثنين اللي في المقام. وبعدين نربع الواحد تربيع بواحد، وبعدين ضعف الاول في الثاني، يبقى ناقص 2 كوساين 2 اكس، وبعد كده مربع الكوساين 2 اكس، يبقى كوساين تربيع 2 اكس. تمام؟ طيب برضو ممكن اشيل الكوساين تربيع واحط مكانها كام؟ 1 زائد كوساين ضعف الزاويه، هنا الزاويه بقى بتساوي 2 اكس، يبقى ضعف ال 2 اكس بقى ب 4 اكس على ال 2، يبقى الجزء ده يقابل الكوساين تربيع 2 اكس، لان الكوساين تربيع انا بعوض عنها ب 1 زائد كوساين ضعف الزاويه على ال 2. طب الزاويه هنا اللي جوه الكوساين هي 2 اكس، يبقى ضعفها 4 اكس. تمام؟ يبقى إذن التكامل كله تحول لكوساين من الدرجة الأولى، يبقى الربع بره أهو، الواحد تكامله بإكس، طب الكوساين 2 إكس تكامله بساين 2 إكس، تمام؟ طبعا أقسم على الاتنين فيروح مع الاتنين اللي بره، وبعد كده النص ده يطلع بره، وبعدين أقول تكامل الواحد بإكس، وتكامل الكوساين 4 إكس بساين 4 اكس على 4. تمام؟ واضيف ثابت لان ده ثابت تكامل. طيب ممكن ابسط بقى اكتر، ربع اكس وهنا نص اكس، تمام؟ او الربع ده يخليه بره، وبعدين اقول هنا اكس، في اكس هنا اهي، وهنا في نص في اكس، يعني يدي لك 3 على 2 اكس، وهنا ساين 2 اكس تنزل، والنص في ربع يبقى 8 ساين اس 4 اكس زائد سالب. طيب المثال رقم 5، هنا مش على الساين والكوساين، لا على التان والسيك، تان اس 6 سيك اس 4. هنا برضو ممكن استخدم نفس الطريقة، لان انا عندي معلومة ان تفاضل التان بسيك تربيع، يبقى انا احاول اظبط العلاقة ان هي يكون فيها تان وفي سيك تربيع، عشان التان تفاضلها بسيك تربيع زي الساين والكوساين بالظبط. يبقى اذا السيك اس 4 دي محتاج ان انا افكها لاثنين واثنين، يعني افكها لسيك تربيع وسيك تربيع. تمام؟ يبقى انا خليت التان اس 6 زي ما هي، السيك اس 4 ال 4 فكيتها لاثنين واثنين. ليه كده؟ عشان اخلي السيك تربيع دي هي تفاضل التان. طيب السيك عاوز اخلي بقى ده كله الجزء لحد هنا كله بدلاله التان، يبقى اعمل ايه؟ يبقى اشيل السيك تربيع دي واحط ما يقابلها بالتان. العلاقة بتقول ايه؟ ان السيك تربيع بيساوي 1 زائد تان تربيع اكس. تمام؟ يبقى اذا هشيل السيك تربيع اكس دي، الجزء اللي هو هعلم عليه كده، يقابله الجزء ده، يقابله الجزء ده، يبقى انا فقط شلت السيك تربيع حطيتها 1 زائد التان تربيع. يبقى اذا لو انا بصيت هنا، هل ان في الداله وتفاضلها موجودين في نفس المكان، التان تفاضله بسيك تربيع، يبقى اذا التان دي ممكن اسميها بيو، والدي يو اسميها بسيك تربيع اكس دي اكس، يعني اشيل كل تان واحط مكانها يو، يبقى اذا التان اس 6 هي يو اس 6، وواحد زائد تان تربيع هي واحد زائد يو تربيع، والجزء ده كله، تمام؟ علم عليه كده، هو يعادل الدي يو، يبقى الجزء ده كله السيك تربيع اكس دي اكس هيساوي الدي يو. طيب يبقى اذا التكامل تحول من تكامل دوال مثلثيه صعب التعامل معها الى تكامل دوال كسيرات الحدود من السهل التعامل معها. يعني لما اضرب اليو اس 6 في 1، يبقى يو اس 6 تكاملها بكام؟ احنا قلنا في التكامل بضيف 1 على ال 6 واقسم على الاس الجديد، يبقى يو اس 7 على 7. طب اليو اس 6 تضرب في اليو اس 2 تبقى يو اس 8.
طب دي أس 8 تفاضل تكاملها بكام؟ ال 8 يضيف ليها 1 تبقى 9، واقسم على الأس الجديد يبقى 1 على 9، تمام؟ زائد ثابت. طيب أقدر أشيل بقى كل يو وأحط مكانها كام؟ أحط مكانها تان إكس، يبقى اليو أس 7 هي تان أس 7، واليو أس 9 هي تان أس 9 إكس زائد ثابت، يبقى ده كده التكامل النهائي، تمام؟ ودي كانت آخر مسألة. نفتكر تاني إن المحاضرة كانت بتتكلم على تكامل الدوال اللي تحتوي على ساين وكوساين. قلنا أول حالة لما يكون الأسس في موجود في أس فردي، سواء أس فردي على الساين أو على الكوساين أو في الاتنين مع بعض. طيب لو أنا عندي أس فردي على الساين أو الكوساين، بحاول أفكه لواحد، يعني لو كوساين أس 5، الخمسة دي أقسمها لأربعة وواحد. طب لو أس 7 يبقى 6 وواحد، دايما أخلي واحد والمتبقي من الرقم، وبستخدم العلاقة ساين تربيع إكس زائد كوساين تربيع إكس بتساوي واحد، يعني أقدر أشيل أي ساين تربيع وأحط واحد ناقص كوساين تربيع، أقدر أشيل كوساين تربيع إكس وأحط مكانها واحد زائد ساين تربيع إكس، يبقى دي العلاقة اللي هي مفتاح الحل اللي بعوض بيها. الحالة التانية اللي إحنا إتكلمنا عليها لما يكون مفيش أس فردي، يعني أس ساين وكوساين الاثنين زوجي، لا يوجد أس فردي على الإطلاق، وفي الحالة دي بستخدم العلاقتين، لازم أحفظ العلاقتين دول. لو قابلتني ساين تربيع أقدر أشيلها وأحط مكانها نصف واحد ناقص كوساين 2 إكس، ولو قابلتني كوساين تربيع أقدر أشيلها وأحط مكانها نص زائد كوساين 2 إكس. ليه كده؟ عشان أحوله من أس تربيعي إلى درجة أولى، إلى أس واحد. أس واحد طبعا معروف ان تكامل الكوساين بساين وتكامل الساين بسالب كوساين، تمام؟ يبقى اذا التبسيط ده عشان احوله من الدرجه الثانيه للدرجه الاولى. طب لو هو موجود من الدرجه الرابعه، يعني ساين اس 4، اخد ده واربعه، هيظهر لي كوساين تربيع 2 اكس، ارجع افكها تاني. يعني لو عندي اس 2 افكه مباشره. طب لو عندي اس 4 أقول هو أس 2 تربيع. طب لو عندي أس 6 أقول أس 2 أس 3 وهكذا. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.